لما اجي اقول مثلا انا خدت ايه؟ انا باخد مثال على التايم، يعني بقول مثلا 3 دايز وجاي بيسالني بيقول لي كام اورز؟ انا عارف ان ال 1 دي ايكوال 24 اورز، اليوم الواحد 24 اورز 24 ساعه. طب هو بيقول لي 3 دايز 3 دايز، في ناس يعملوا ايه؟ يقولوا هنعمل 24 بلس 24 بلس 24 يجمعهم ثلاث مرات. يبقى 4 و 4 8 بلس 4 20 2 اند 3 اب 1 1 بلس 2 3 3 بلس 2 5 بلس 2 7 يبقى 72 اورز. في ناس يعمل كده. وفي ناس يقولوا ايه؟ ما هو الدي الاولاني 24 الدي الثاني 24 الدي الثالث 24 هم عاملين كلهم بلس بعض يطلع الانسر 72. دي طريقة. في ناس تانية يقولوا ايه؟ طالما انا عامل ال 24 بلس نفسها ثلاث مرات بدل ما نعمل كده، ما نقول 24 تايمز 3 وخلاص. واحنا كنا بنعمل 24 تايمز 3 ازاي؟ بعمل 3 تايمز 4 12، ما بكتبش ال 20 كلها، بكتب 2 اند كاري اب 1. ارجع 3 تايمز 2 6، 6 بلس 1 7، يبقى بعمل 3 تايمز 4 12، 2 اند كاري اب 1. ارجع 3 تايمز 2 6، 6 بلس ال 1 اللي انا كنت واخده معايا يبقى 7. يبقى كده طلعت برضو الانسر. برضو احنا عارفين ان الير ال 1 يير ايكوال 12 مانث. يعني السنه الواحده بتتكون من 12 شهر، اللي هما جانيوري فبراير مارش ابريل. احنا ممكن نكتبهم برضو بحيث ان احنا نحفظهم. جانيوري ده اللي هو يناير فبراير مارش ابريل ماي جون يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو جولاي جولاي اللي هو يوليو اوغست اللي هو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يبقى كده الير فورم فروم بيتكون من ايه؟ من 12 مانثس، اللي هم دول ال 12 مانثس جانيوري فبراير مارش ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. طيب هو بيجي بقى يوم ايه؟ يجيب لي على الير ده مثلا، يعني يوم ايه؟ طيب 5 years equal what؟ طيب سؤال كده يقول لي طيب 5 years equal how many months؟ اهو انا قايل لنفسي هو الير الواحد 12 months. طب ال 5 years نعمل ايه؟ في حلين، ان انا اعمل كده انا اعمل ال 12 بلس نفسها خمس مرات. والسنة الأولى 12، السنة الثانية 12، السنة الثالثة 12، السنة الرابعة 12، السنة الخامسة 12، وهم عامل كل دول بلس. ممكن 2 بلس 2 4 بلس 2 8 بلس 2 6 بلس 2 8 بلس 2 10. دول عند كاري اب 1. 1 بلس 1 2 بلس 1 3 بلس 1 4 بلس 1 5 بلس 1 6. وبدل ما اوجع دماغي ده كله، طيب ما 12 مكررة خمس مرات. طب ما نعمل 12 تايمز 5. يبقى هو بناخد النمبر اللي هو جايبه لي اللي هو 5 ده ونعمله ايه؟ انا بسال نفسي طالما دي 12 مانثز نعمل 5 تايمز 12. طب هتعمل 5 تايمز 12 ازاي؟ زي ما اتعودنا 5 تايمز 2 10 0 اند كاري اب 1. ارجع 5 تايمز 1 الاول ب 5 بلس ال 1 ب 6، يبقى بعمل 5 تايمز 2 الاول ب 10 0 ما نحطش ال 1. نرجع 5 تايمز 1 5 بلس 1 يبقى 6، يبقى طلع ال 5 years طلعوا 6 months وهكذا.